يا لهوي دي دمرتني، قامت فيا ايه؟ انا ما بنامش يا لهوي. مرمطتني ما بنامش 11 شهر وكنت صايمه في رمضان. بهدلتني صراحة، والله بهدلتني كتير. يعني عندك كفاية ضغط أهلك ده ولا الناس اللي ما بيقعدوا مستنيين يشمتوا فيك؟ قرايبي والله كلهم مستنيين يشمتوا فيا. لا يشمتوا والله، قرايبي كلهم، مفيش حد هيفرح لحد. ما بقاش عندي ثقة في حد. لا كتير كتير صراحة. هو الحاج بقى اللي يحسب أكيد عديت. ده أنا أبويا عمال بيقول لي كنت جهزتك بالفلوس دي. يا اسطى ما بتحسبش كده. صرفت كام؟ قلب مكسور. يا لهوي ده انا لو كنت خدت الفلوس دي كنت زماني جبت فيلل وايه وعربيات. كنت اتجوزت احسن. اصل كلنا هنتجوز انا في البيت الاخير. مفيش حاجه حلوه لحد دلوقتي، ما قابلتش حاجه حلوه والله. ولا حاجه، اصحابي كلهم اذوني جدا. لا عملت فيه حاجات كتير قوي. انا النهارده اتفك اسري خلاص. جابت لي تروما. خلتنا ماشيين بنكلم نفسنا في الشارع. بقيت بقعد في اللجنه، بقيت بتجنن. بقعد كل شويه في اللجنه. عصب الديناميكس على الله. دفعت على الله، دفعت المخابيه. الهوت بهدلت بس كده. حاجه حلوه في ثانويه عامه فلوسها. مفيش حاجه حلوه في ثانويه عامه. دفعت كم مصاريف؟ دفعت كتير والله العظيم، اقسم بالله دفعت كتير قوي. كانت الحصه يعتبر ب 70 جنيه. يعني انت تعملي مشروع احسن فكره؟ لا انا معدي 70. 70,000. شايف الفلوس اللي دفعتها دي ممكن تستفاد بيها في حاجه ثانيه؟ اه طبعا. ايه مثلا كنت هتعمل بيها ايه؟ عامل بيها مشروع. جين ال 150,000 حاجه كده. صرفت كام طب في الصناعه؟ كتير. ده كفايه برضك سندوتشات السوري والكريم. تنصح اللي جايب ايه؟ ان هو ما يذاكرش ويخش يغش على طول. ما تاخدوش السنه جد من اولها، اهتموا باللغه الثانيه، ذاكروا في الاخر عشان والله العظيم. اتبسطوا اخرجوا اتبسطوا اعملوا كل حاجه. تخش نعم. هنسى اللي جاي. تخش ثانوية عامة، خش ثانوية، اقعد في البيت. خش ثانوية عامة تاني، خش تجارة، خش صنايع، غير كده ما تخشوش حاجة.